أرجعت المحكمة الابتدائية بمدينة بن سليمان اليوم الاثنين النظر في قضية الفرنسي الذي دهس قطيعا من الغنم بمنطقة المنصورية نواحي المحمدية إلى 18 ماي المقبل. وبالموازاة مع طوال الجلسة شهدت باب المحكمة وقفة تضامنية مع الراعي الطفل ومطالبة الحركة بتطبيق العدالة. وكان رجال الدرك الملكي قد تفاعلوا مع شريط فيديو وثق عملية الدهس والتي خلفت نفوق عدد من الأغلام كان يرعاها طفل لا يتجاوز 13 عاما، حيث اعتقل الفرنسي ووضعوه في السجن الاحتياطي. ويذكر أن الواقعة التي حدثت الأحد ما قبل المنصرم قد خلفت غضبا وسخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي بما أسموه بالحجرة، حيث طالب الرواد بتوقيف المعتدي وتقديمه للمحاكمة العادلة. نشكركم على حسن المتابعة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.